مرحبا صبايا، كيفكم؟ اشتقت لكم كثير، زمان ما نزلت وصفات. هيدي كبده الدجاج، طبعا حاطين البصله اول شيء لسخن الزيت مع البصله، حطينا كبده الدجاج اللي مقطعه اللي هي السوداء، وبعدين كم فص ثوم على ذوق عم نحطهم ونتركهم هيك. هلا بنغطيهم لا يستوي شوي شوي، طبعا على نار خفيفه كثير، واخر شيء بنملحهم وبنبهرهم. السودة ما بتتقلب كتير او الكبدي ما بتتقلب كتير كرمال ما تنخبص، او لانه تكون رقيقة كتير، لحم منه جامد، بتتخبص ببعضها. من فيكا هيك بتاخد كل قطعة منهم، يعني بتاخد شكلها قبل ما تتفرفر، وبعدين بس ياخد كل واحدة حجمها، بعدين بنقلبهم. هلأ بنغطيهم. لكل يلي سألوني كرمال قصة دمج الحشرات ببعض المأكولات بالاتحاد الاوروبي، نعم فيه، بس هلا بعد ما نزل كمان شوي رح ينزل، رح يكون في ارقام نزلتها انا، ارقام ومثل هيك رموز للمأكولات يلي بده يكون فيها حشرات. الحشرات ليه بدنا نحطوها؟ لانه رح يستبدلوا، لانه بيقولوا انه فيها بروتين مفيد يمكن او مش مفيد، ما بنعرف، بس نحن ببلادنا وبديننا يمكن محرم علينا اكل هالقصص، وكمان شي بقرف، يعني مش قصة نعرف، شي بقرف كتير. فأنا نصيحة مني كرمال نتجنب قد ما فينا، بدل ما نقعد بالسوبر ماركت نقرأ شو هي الرموز، وإذا هيدا فيه الرمز الحشرات أو في يعني معجون أو البودرة الحشرات، نقعد نتطلع على العلبة إذا فيها أو ما فيها، مثل ما كنا قبل نتطلع نتأكد إذا في كحول أو دهون حيوانية. لا هلا صار كمان بدنا نتأكد إذا في بودرة الحشرات ولا حشرات ولا ما بعرف شو، من خلال الرموز نقعد ساعتين بالسوبر ماركت نشوف نقرا. انا برايي كل شيء بيكون بمحلات العربية والتركية نشتريه ونتجنب هيديك المحلات. انا هلا من هلا عم بعمل هيك. فللمحلات العربية صحيح اغلى شوي، والمحلات التركية اغلى شوي. انا ما خففت الغاز يعني، بسم الله. فصحيح اغلى شوي، بس اريح لا ضميرنا، واريح لانه ما يكون فيها القصص، ما هي ممكن تجيب امراض ما بنعرف شو هي، ما بنعرف القصة صراحة. ليه هيك؟ يمكن بدهم يخففوا من الحيوانات يلي هي البقر والمعز والما بعرف شو، لانه عم بكلفهم كتير مش مواشي، شو بقولوا، اكل وما اكل وما اعلاف يعني. فيمكن بدها ترميل هيك، ما بعرف، انا ما بعرف صراحة. اكتر شيء يعني انصدمت انه كيف بده يكون في شيء بودرة الحشرات محطوطة فيه، يعني أنا مستغربة شو هالقرف يعني. فكرمال هيك أنا من هلأ عم بشتري أكتر شيء من عند الأتراك، أكتر شيء من عند المحلات العربية. عندنا كتير محلات لبنانية وسورية ومغربية وعراقية، مليون يعني محلات كل أشكال فيه. أغلى هن شوي أكيد، بس بضل أضمن صراحة يعني. اكيد اللحوم ما حيكون بدهم يقطعوها، بقولوا بعد مده بدهم يقطعوا اللحوم اللي هي الاغنام والابقار والقصص، من حتى اللي هن بياكلوه اللي محرم علينا كمان بدهم يقطعوه، ما بعرف ليه. فما بيأثر، بناكل خضروات. انا صراحه ما بحب اللحوم، مثلا هيدي السوداء مش راح اكل منها، او الكبده يلي شايفيني عم بقليها، لانه انا ما بحب اللحوم، يعني مش ما بشوف انه اللحوم هي مفيده كتير لجسم الانسان، بل هي ضاره لجسم الانسان. انا بفضل الخضروات، وامرار كتير بطبخ بدون لحم نهائيا. هلا بفرجيكم طبخة بطاطا يخني مع الرز بدون لحم نهائيا. انا صراحة ما بحب اللحوم ابدا، واللحوم فعلا مضرة لصحة الانسان. يعني بحياتي انا ما شفت بقرة عم تاكل لحمة، او معزي عم تاكل لحمة، عنزي يعني، او خروف عم ياكل لحمة، او القرد عم ياكل لحمة، وينشيط ما شاء الله بيطلع الشجرة لفوق. يعني ما ضروري ناكل لحم اذا بدهم يشيلوا اللحم ويحطونا الحشرات. فأنا صراحة بفضل أكل خضرة وحبوب عن اللحوم، وما راح أكل شيء مدخل له أي بروتين حيواني أو حشراتي. صرنا نقول بروتين حيواني وبروتين تبعون الحشرات. شفتوا؟ هلا بعدها حتى ما أخذت، لأنه هون في أحمر، نتركها شوي، خففنا الغاز كتير، بنرجع بنغطيها كمان نتركها. هيدي سودة الدجاج من عند التركي، يوم التركي كان حاطط لحوم بتجنن، من الدجاج ومن الدجاج وفيليه وكله هيدا جبته. انا صراحه ما كتير بحب الدجاج، وصراحه صعب اني اكل الدجاج، ما بحبه نهائيا، بس الولاد اكيد بحبوا. بلشت الكبده صبايا تستوي على ما هيك شوي شوي،
شايفين بلشت تاخد الشكل الحلو تبعها. هيدي هي بلشت تستوي ان شاء الله. هيك صبايا بتكون استوت السودة معنا. شوفوا منظرها شو حلو مقلقلة ومش مفتحة كثير. طيبة رح تطلع معكم. اكيد رح نعصر لها حامض. ذكر انه اول شيء حطينا البصل والثوم مثل ما فرجيتكم اول شيء. لا تنسوني من اللايك تحبكم كثير. باي باي.